السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة مختلفة، حلقة ليها طقوس أيضا مختلفة. 112 سنة، 112 سنة على عمر تأسيس أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. كل سنة والنادي الأهلي طيب وبخير وبسعادة، ودايما يا رب نفرحنا بانتصاراته وهو مصدر سعادتنا الوحيدة. النادي الأهلي 24 إبريل 1907 تاريخ إنشاء النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي دايما كلنا بننتمي ليه، دايما معاه على الحلوة وعلى المرة، اللي دايما بيفرحنا بالبطولات وبالإنجازات. لكن قبل البطولات والإنجازات أكيد الأهلي معودنا على القيم والمبادئ. القيم والمبادئ هي سبب حبنا وعشقنا للنادي الأهلي. القيم والمبادئ هي اللي خلت آلاف ملايين تمشي ورا النادي الأهلي وتشجعه في القاهرة وفي بحري وفي إبلي وفي الوطن العربي في كل حتة. الشخصيات كمان اللي موجودة جوه النادي الأهلي واللي ساهمت في النشأة الأولى وأيضا على مر التاريخ وجودهم في رئاسة النادي الأهلي، وأيضا الشخصيات اللي لعبت في النادي الأهلي كلهم يعني مثل أعلى لأي حد. كلنا أكيد يعني لما نشوف الأسماء اللي لعبت للنادي الأهلي بنكون كلنا فخر، كلنا عندنا يعني حاجة نعتز بيها جدا جدا جدا. النادي الأهلي على مر الأجيال بيدي درس، ودايما كل فترة بيعرف الشباب وبيعرف الأجيال إن الأهلي فوق الجميع. الأهلي فوق الجميع يعني الشعار طبعا الشعار اللي كلنا عارفينه، كلنا يعني دايما بنقوله وبنردده وعارفين يعني إيه معنى كلمة الأهلي فوق الجميع. يعني الأهلي فوق مصلحة الكل، مصلحة الأهلي فوق كل شيء. وبالتالي لما بنتكلم على 112 سنة لو اتكلمنا يعني طول اليوم مش هنعرف نتكلم على جزء صغير من تاريخ النادي الأهلي. تاريخ النادي الأهلي اللي كله بطولات، اللي كله إنجازات، مش بس في لعبة كرة القدم، لا ده احنا بنتكلم من 1907 والنشأة التاريخية والسياسية على إيد يعني شخصيات كبيرة جدا. بقول لحضراتكم عمر لطفي وطبعا مصطفى كامل وأمين سامي وطلعت حرب، تخيلوا حضراتكم ان دول اللي بدأوا النشأة الأولى للنادي الأهلي، وبدأت 1907 يوم 24 إبريل. يوم 24 إبريل النادي الأهلي كان في الأول نادي للشباب الوطنية. زي ما حضراتكم كنتوا متابعين معانا من كام يوم، كان النادي الأهلي لما كنا بنتكلم أيضا في حلقة خاصة بتاريخ النادي الأهلي، كان النادي الأهلي هو اللي بيجمع جيش مصر، كان هو الشعلة الوطنية اللي موجودة في مصر. تخيلوا حضراتكم ان نهضة مصر الحديثة وتمصير مصر بانشاء اول بنك واول نادي واول واول واول، النادي الاهلي كان من ضمن هذه الانشاءات او من ضمن هذه الخطة. وزي ما قلت لحضراتكم 24 ابريل 1907 عمر لطفي وانشاء النادي الاهلي مع شخصيات زي امين سامي ومصطفى كامل وطلعت حرب. فبنتكلم على شخصيات وطنية، شخصيات لها تاريخ ورموز، وبالتالي بنتكلم على اعرق الانديه اللي كلنا فعلا بنفتخر بيه، وكلنا فعلا يعني بنقول الحمد لله ان احنا اتولدنا وحبينا وبنعشق هذا النادي اللي فعلا فعلا هو مصدر سعادتنا. دايما المزاج العام في مصر او المزاج العام للاهلاويه هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيكون كسبان كلنا بيكون مزاجنا زي الفل. لما بيكون لا قدر الله في تعثر، وده وارد في كرة القدم أو وارد في أي لعبة فيها تنافس، بنكون كلنا يعني في حاجة غلط، يعني مزاجنا مش صافي، يعني متضايقين، مكشرين، باصين في الأرض كده وحاسين إن لا في حاجة غريبة حصلت، مش متعودين على الهزيمة، مش متعودين على التراجع، مش متعودين على عدم التتويج. زي ما حضراتكم شايفين بطولة أفريقيا آخر نسختين الوصيف، وجمهور الاهلي كان زعلان جدا جدا جدا، وفي غيرنا بيكون فرحان انه وصل للمربع الذهبي، وفي غيرنا بيكون فرحان انه هو موجود في دور الثمانيه، وفي غيرنا بيكون فرحان انه وصل لدور المجموعات. لكن طموح النادي الاهلي بالشخصيات الكبيره بالنجوم، كابتن صالح سليم، كابتن رفعت الفناجيلي، كابتن صفوت عبد الحليم، الشيخ طه اسماعيل،
كابتن ثابت البطل، الكابتن اكرامي، الكابتن محمود الخطيب، يعني نجوم كتيره جدا في النادي الاهلي، يعني عشقناهم وحبيناهم علشان روح الفانيله الحمراء، علشان خاطر الغيره اللي موجوده في قلبهم، الروح اللي دايما كنا متعودين عليها لما نكون موجودين في الاستاد وفي الملعب والملعب يترج ويقول العب يا اهلي. جمهور الاهلي اللي ادى درس في اخر مباراه امام فريق سان داونز وقال للعيبه الاهلي احنا عارفين ان المباراه صعبه، ان المباراه مستحيله، لكن احنا جايين نشجعكم، جايين نقف جنبكم علشان تعرفوا قيمه الشعار اللي احنا بنقوله على الحلوه وعلى المره معاه، مش على الحلوه بس، عمر ما كان جمهور الاهلي على الحلوه بس، جمهور الاهلي دايما على المره مع الفريق قبل ما يكون على الحلو، علشان خاطر من الصعوبات ومن الهزائم ومن الانكسارات بيتولد الانجاز، بتتولد الروح، بتتولد العزيمه، بيتولد الاصرار، حاجات كثيره جدا جمهور الاهلي فاهمها. حتى السوشيال ميديا اللي احنا موجودين فيها في 2019 اللي ما كانتش موجوده من عشرات السنين، يعني فكر جمهور الاهلي هو فكر واحد، الترابط، الايد الواحده، حب اللعيبه، الدفاع عن النادي، ايا كان ايا كان ايه اللي بيحصل، كلنا بندافع عن النادي الاهلي، احنا قدام الناس ما نعاتبش بعض، بيننا وبين بعض نعاتب نفسنا زي ما احنا عايزين، لكن قدام الناس لازم كلنا نبان ان احنا ايد واحده ومحدش ابدا يقدر يفرقنا. قلنا سنة 1907 يوم 24 ابريل تم انشاء النادي الاهلي على ايد كبار الشخصيات زي عمر لطفي وطلعت حرب وامين سامي وايضا مصطفى كامل. قلنا في البداية كان نادي للشباب الوطنيين والمصريين. وبعد كده طبعا تم رئاسة انشاء مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الانجليزي ميشيل انس في هذا الوقت. من سنة 1909 بدأ من هنا إنشاء أول ملعب كرة قدم في تاريخ النادي، والملعب اتطور يعني حتى أصبح بمسماه الحالي طبعا ملعب مختار التتش. أول فريق كرة قدم في النادي الأهلي كان سنة 1911، وعدد الألعاب والصورة قدام حضراتكم دي من افتتاح النادي زي ما حضراتكم شايفين تحت، طبعا الكلام ده واضح سنة 1909 تحديدا مكتوب على الصورة، وميشيل انس هو كان اول رئيس للنادي الاهلي، وهو طبعا ميشيل انس هو انجليزي الجنسيه، لكن زي ما حضراتكم شايفين دي صور بتحكي عن التاريخ وعن اجتماعات مجلس الاداره وعن دايما تجمعات الشخصيات العامه اللي موجوده في النادي. لكن هرجع تاني واقول لحضراتكم ان عدد الالعاب داخل النادي في عام 1916 بقت اربع العاب، كره قدم وتنس وبلياردو وجمباز، يعني احنا بنتكلم من 1907 ل 1916 نادي الاهلي بقى فيه اربع لعبات، كره القدم والتنس والبلياردو والجمباز. اللي قدام حضراتكم اكيد شايفين الكلام على الشمال هو اول مبنى اجتماعي في النادي الاهلي في مقره بالجزيره. نادي الاهلي الجزيره، المقر التاريخي، المقر اللي بيحكي عن تاريخ طويل جدا جدا عشناه كلنا والاجيال اللي بعدينا هتعيشه، وكل واحد بينتمي الى النادي الاهلي عارف معنى التاريخ اللي موجود، عارف معنى الاسماء اللي حضرت واللي ضحت واللي ساهمت في بناء اكبر مؤسسه رياضيه في مصر. نادي الاهلي هو اول نادي اتسمى باسم الاهلي علشان يكون تجربه لباقي الانديه اللي جت بعديه وسمت الاهلي. عندنا في السعوديه النادي الاهلي، عندنا في ليبيا النادي الاهلي، عندنا في كل حته موجود فيها اسم نادي باسم النادي الاهلي. علشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي هو مثل وقدوه، لما الاهلي بيعمل حاجه الكل بيمشي وراه، الكل بيعمل زيه علشان هو مثل كبير جدا جدا. النهارده معانا تقارير كتيره جدا بمناسبه احتفال او احتفالنا واحتفال قناه الاهلي بالعيد رقم 112 في تاريخ النادي الاهلي، اللي دايما كل سنه هنكون حريصين على ان احنا نقدم له، نقول له كل سنه وانت طيب ودايما احنا في ظهرك ودايما احنا معاك ودايما احنا او انت مصدر سعادتنا اللي دايما بنفرح بيها وانت اللي بتكون سبب فيها. معانا تقارير كتيره جدا من نجوم كتيره عاشت وتربت ولعبت وجابت بطولات للنادي الاهلي، طبعا الشيخ طه اسماعيل والكابتن مختار، ما احنا ناس كتيره جدا هتتكلم احسن مني وهتحكي لحضراتكم على تاريخ طويل هم عاشوه، كانوا موجودين داخل جدران النادي الاهلي ولعبوا مع اساطير وشافوا اساطير، الكابتن صالح سليم الاسطوره الكبيره رحمه الله اللي كل الناس كانت بتتكلم عليه وبتقول يعني كلام، اكيد لو كلنا كنا عايشين في زمن الكابتن صالح كنا اتعلمنا حاجات كتيره جدا جدا جدا. مفيش واحد اهلاوي او زملكاوي اسماعيلاوي او اي حد بينتمي الى الكره المصريه في مصر قال عكس الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، ان كابتن صالح مثل وقدوه
وراجل كان يعني فعلا غير ان هو كاريزماتيك وغير ان هو شخصيه قويه وغير ان هو كان بيعرف امتى يشد وامتى يلين وامتى ان هو يعني ياخد قرارات حاسمه، ودايما زي ما بقول لحضراتكم القرارات الحاسمه هي سبب نشأت القيم والمبادئ جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيفرقش معاه اسامي، النادي الاهلي ما بيفرقش معاه اي شيء غير القيم والمبادئ والاخلاق والسلوكيات. كلنا اكيد نتذكر كم الايقافات والاستغناءات اللي تمت مع لعيبه كره القدم. انا بتكلم على الكره تحديدا علشان الكره كل جمهور الكره وكل جمهور الاهلي اكيد مذاكر تاريخ كويس، تاريخ كره القدم في النادي الاهلي. شفنا كم الايقافات وكم الاستغناءات وكم القرارات الحاسمه اللي الاهلي أخدها في أوقات كان محتاج فيها أنه يكون لعبته موجودة، أن هو يأجل قراراته شوية، أن هو ممكن يعني يخصم ماليا وما يوقفش لعيب علشان يستفيد منه من مباراة مهمة. لكن ده ما بيفرش مع الأهلي علشان زي ما حضراتكم عارفين محدش يعني الأهلي مش محتاج حاجة من حد، انت او احنا او لعيب كره القدم او اي حد بينتمي الى الاهلي هو اللي محتاج انه يتكتب جنب اسمه ان هو ليه علاقه بالنادي الاهلي. لاعب كره قدم، لاعب في النادي الاهلي، مشجع بيشجع النادي الاهلي، عضو في النادي الاهلي، اي حد بينتمي الى مؤسسه النادي الاهلي هو فخور بهذا الكلام. زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا تقارير كتيره جدا، وهبدا معاكم باولى التقارير اللي اكيد اتشرفنا وعملنا لقاء مهم ولقاء محترم ولقاء مع واحد من أهم لاعبي كرة القدم في الأخلاق أول حاجة، وفي الأدب وفي السلوكيات وفي لعب كرة القدم، وأيضا في التحليل اللي دايما بيمتعنا برؤيته الفنية المختلفة، وهو الشيخ طه اسماعيل أو الدكتور طه اسماعيل أو الكابتن طه اسماعيل. ثلاث ألقاب على الكابتن طه كلهم هو جدير بيهم. وبالتالي أول تقرير عشان نسمع بقى ونعرف ونشوف تاريخ النادي الأهلي في 112 سنة مع واحد من أهم اللعيبة اللي لعبوا جوه النادي الأهلي ودربوا في النادي الأهلي، واللي طبعا هيحكي على كلام هنسمعه، ونروح نشوف الشيخ طه أو الكابتن طه ونرجع نكمل معاكم باقي الحكايات والحواديت في 112 سنة أهلي. طبعا 112 عام يعني قرن من الزمان، مدة كبيرة جدا، يمكن كل 10 سنين بيجي جيل من الأجيال. يعني 112 سنة دي يعني معناها حاجة بتاعت 10-12 جيل أو أكتر. النادي الأهلي كسب جماهيريته مش فقط من كرة القدم، منذ نشأة النادي الأهلي وهو نادي وطني بالاسم النادي الأهلي، فاكتسب النادي الأهلي شعبية قبل ما يبقى في كرة من التسمية، وتأكد هذا الأمر بعد كده بالبطولات اللي النادي الأهلي كسبها في العشرينات. بطولات الكاس ابتدت من العشرينات، النادي الأهلي عنده اعتقد 36 بطولة كاس، وبعدين الدوري العام ابتدى من سنة 48 والنادي الاهلي عنده 40 بطولة في الدوري العام خلاف السوبر والبقية الحاجات التانية. في بطولات افريقيا النادي الاهلي عنده 8 شامبيونز ليج وعنده 4 كاس الكؤوس الافريقية وواحدة كونفدرالية، خلاف بقى بطولات اخرى عربية وافرو اسيوية وكلام من هذا القبيل. كل هذه البطولات يعني اللي نجح فيها واللي كسبها للنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل المنتمين للنادي الاهلي بالفخر والانتماء. والبني ادم بيبقى عنده الكريديت ان انا لعيب في النادي الاهلي، اسم كبير جدا. النادي الاهلي له ارث عظيم جدا في البطولات، ارث عظيم في التفاعل حتى في المجتمع وعلى المستوى الوطني ومستوى البلد ومستوى المنتخبات. كل ديت بتساهم في ان البني ادم يفتخر
بانتمائه للنادي الاهلي ان هو يعني ضمن هذا الصرح العظيم اللي امل باذن الله تعالى ان يستمر على هذا المنوال سواء في البطولات او في العطاء للبلد او للمنتخبات. اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجه ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. الميزه اللي موجوده انه كل جيل بيتسلم من الجيل اللي قبله كل ما يعني يمت للنادي الاهلي بصله سواء كان في قوانين ريجوليشنز مبادئ اساليب في الحياه كل دي امور كل جيل بيتنقلها عن الجيل اللي قبله ويحتفظ بيها بكل ما اوتي. يعني قوانين كرة القدم كان فيه هواية وبعدين بقى فيه عدم هواية يعني فيه فلوس مصاريف انتقالات فيه احتراف بعد كده فكل فترة من فترات دي لها طبيعتها وأحكامها في كرة القدم التنافسية في العالم سواء في بين الأندية وبعضها أو بين الدول وبعضها. فطبعا طبقا لهذه الامور ممكن تتطور بعض المبادئ ديت بشكل لكي تواكب العصر اللي موجود فيه. يعني زمان كان اللعيبه كلها من النادي والاشبال بتطلع وتدعم بمرور الوقت بقى في احتراف فالاحتراف فرض عليك انك انت المفروض بتكسب لازم تكسب كل سنه فاصبح في شراء لاعبين وبيع لعيبه وأصبح شراء لاعبين أحيانا من أعمار صغيرة يكونوا بروميسينج يعني يكون في سن الشباب ولا في سن الناشئين لكن نابغ النادي الأهلي بيستقطبه وبعد كده يتطبع بطباع النادي ويبتدي يلعب يمثل النادي بشكل كويس. في مبادئ في اللعب للفوز يعني الفانيلة الحمراء معروف روح الفانيلة الحمراء من زمان وما زالت موجودة واكبر دليل عليها يمكن في كل وقت من الاوقات وفي كل دوري من الدوريات تشوف يعني في مباريات النادي الاهلي اللي يلعبها لاخر دقيقه فيها ويمكن بعد الدقيقه 90 يمكن في عندكم شريط الاجوال النادي الاهلي سجلها بعد الدقيقه 90 بحيث ان هو يعني بيعوض لو كان خسران او بيفوز في يفوز في اواخر الاوقات ودي طبيعه موجوده لدى لعيب النادي الاهلي في كل العصور كل واحد بيلعب للكسب باستمرار بروح عالية جدا. العلاقة اللي بين اللعيبة وبعضها في غرفة الملابس تختلف عن أندية كثيرة جدا لأن في انضباط على النادي الأهلي واللعيبة بتلعب كمجموعة مفيش تنافر مفيش غيرة من بعض مفيش كلام من هذا القبيل لأن كلهم عارفين الهدف واحد اللي بيلعبوا له. أنا بفتخر إن أنا كنت لعيب في النادي الأهلي وبحمد ربي سبحانه وتعالى ان قيض لي الظروف ان انا العب في النادي الاهلي واحمل اسم النادي الاهلي حاجه كبيره مش صغيره. فعلى مر العصور اللعيبه بتعطي للنادي وبتاخد بتاخد الاسم الكبير ان ده لعيب في النادي الاهلي دي شهاده. يعني اي لعيب حتى في انديه اخرى انتقل من النادي لسبب من الاسباب بعد الناشئين والشباب ما لوش مكان راح نادي تاني يقول لك انا تاسست في النادي الاهلي. فدي برضو علاقه وثيقه جدا بين اللاعب وبين النادي العطاء والاخذ. العطاء ان بدي كل ما اوتيت من قوه في اثناء المباريات بشرف وبامانه ومع زملائي وبروح رياضيه عاليه جدا
وفي النهايه انا باخد اسم النادي الاهلي، الحاجه الغاليه جدا ان انا منتمي للنادي الاهلي ولعبت للنادي الاهلي، ودي قيمه كبيره جدا بيتميز بيها كل من لعب في النادي الاهلي، حتى لو ما استمرش وانتقل الى نادي اخر يقول لك انا متكون في النادي الاهلي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي اثرت هذا الامر. الكيان، كيان النادي الاهلي سواء التكوين الاداري او التكوين الرياضي يعني ماشي بنفس السمة اللي موجودة من زمان إلى الآن. الروح الرياضية بتغلب على هذا الأمر، إعطاء الفرص للناس كلها متواجدة، كل واحد بيحاول يعلي قيم النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كلنا اكيد شفنا وسمعنا كلام الشيخ طه اسماعيل او الكابتن طه اسماعيل في تاريخ النادي الاهلي، يعني كلامه على اجيال بيسلم، يعني اجيال بتسلم بعض، بتسلم بعض بالقيم بالمبادئ بالسلوكيات بالاخلاقيات قبل ما بتسلم بالبطولات. لحضراتكم هتلاقي لغه كلام كل من هو ينتمي الى النادي الاهلي واحده، ما فيش تجاوز، كله بيتكلم او كله بينكر الذات تحديدا، كله دايما بيتكلم على عظمة الأهلي وعظمة الكيان الأحمر، وأيضا على الدور الوطني اللي قلت لحضراتكم كان دور كبير جدا جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا. نادي الأهلي لو فضلت أتكلم عليه تاني وهعيد وهزيد عمري ما هعرف أتكلم عليه في حلقة واحدة ولا حلقتين ولا ثلاثة. الأهلي عايز حلقات بالنجوم اللي موجودة فيه، مش بس نجوم كرة القدم، كل النجوم اللي موجودة في مختلف اللعبات، كل النجوم والشخصيات اللي موجودة داخل النادي الأهلي. لكن عايز أقول لحضراتكم من النادي الأهلي في الأول، أكيد دي ممكن يكون معلومة محدش عارف الموضوع ده، لكن هي معلومة دمها خفيف شوية. احنا بنتكلم على التاريخ وبنتكلم على 112 سنة. إن النادي الأهلي في الأول لما تم إنشاء النادي الأهلي تم السماح فقط للعضويات من الرجال. الأول النادي الأهلي كان الأعضاء أو من يرغب بالاشتراك يكون ذكر، وبالتالي طبعا دور، أنا بتكلم هنا عشان دور المرأة أيضا، زي ما بتكلم على دور المرأة المصرية في المجتمع ودور المرأة الوطني اللي جه في ثورة 1919، وده السبب من إن عمر بيك لطفي لما بدأ إن هو يشوف الخطب اللي كان مصطفى كامل بيقولها وكان بيتكلم فيها مع الشعب، وكان عارف ان معظم الخطب اللي كان بيحضرها او كان بيشارك فيه تحضيرها مصطفى كامل هي خطب من يعني او تحت اشراف سيدات، وبالتالي بدأ هنا عمر لطفي بما انه متأثر جدا بمصطفى كامل بدأ ان هو يعني يتقبل الفكرة الى حد ما. وبعد ما تقبل الفكرة والمرأة بقى ليها دور فعلي في ثورة 1919 بدأ طبعا السماح باشتراك او قبول اشتراكات السيدات، وبدأت بشروط بسيطة. اول شرط ان هم يكونوا اقارب الاعضاء، اقارب الاعضاء والاجانب اللي يكونوا موجودين لو هنتقبل عضوياتهم هيكونوا فقط للعب التنس، لكن المصريين او المصريات السيدات الفاضلات كان بدون ممارسه اي نشاط. زي ما حضراتكم عارفين الزمن طبعا الموضوع كان مختلف تماما، وان سيده تلعب رياضه في طبعا الالمن يعني بنتكلم في 1919 1920 21 موضوع كان لسه جديد في مصر، لكن زي ما بقول لحضراتكم موقف طريف، لكن بيدل ايضا على ان نادي الاهلي وكل من هو ينتمي للنادي الاهلي لازم يكون في حادثه تاريخيه وطنيه اثرت فيه علشان كده اخذ قرار. وبالتالي عمر بيك لطفي سمح للسيدات في 1900 بعد ثوره 1919 لما شاف دور السيدات الوطني في مصر بعد الدور الكبير، فتح عضويات للسيدات وبدا باقارب الاعضاء والاجانب ايضا اللي موجودين يسمح، يعني المصريين لا يسمح ليهم بلعب اي نشاط والاجانب يسمح ليهم باللعبات الرياضيه فقط التنس، ولكن في اطار وفي حدود معينه.
كل ما نتكلم كده يعني كل فترات هنتكلم في حكاية من تاريخ النادي الأهلي، هنحاولها يعني ان احنا نلم لحضراتكم ونجمع لحضراتكم اكبر قدر ممكن من الروايات التاريخية والاحداث الرياضية، غير المعلومات اللي اقولها حضراتكم عليها وغير اللقاءات اللي موجودة معانا. لكن تعالوا بقى نتكلم شوية عن الانجازات، ونتكلم على النادي الأهلي، ونتكلم على عظمة النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا هو اكثر الأندية المصرية والعربية والافريقية شهرة وبطولات في لعبة كرة القدم. النادي الأهلي حصل على 20 بطولة قارية وضعته في المركز الثاني بعد ريال مدريد، النادي الملكي، النادي الاسباني اللي يعني في اخر 5 سنين رفع رصيد بطولاته وتخطى النادي الأهلي في الوقت اللي كان النادي الأهلي متفوق فيه على ريال مدريد. النادي الأهلي اكثر نادي مصري حصل على بطولة الدوري العام ب40 بطولة، هو رقم قياسي. اخر درع حققه النادي الأهلي كان سنة 2017، وحصل على بطولة الكاس مصر 36 مرة، اقدم بطولة في مصر هي بطولة كأس مصر، وده ايضا رقم قياسي، اخرها عام 2017. وحصل نادي الوطنية، بص بقى حضراتكم المسميات او المارد الاحمر كما يلقبه مشجعوه على بطولة دوري ابطال افريقيا 8 مرات، كل دي ابطال، المارد الاحمر والشياطين الحمر والنادي الاهلي المصري، كتير جدا كل واحد مننا عنده اسم بيحب ينده بيه على النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم القاب كتيره جدا وكلها محببه الى جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي حصل على بطوله افريقيا 8 مرات ورقم قياسي، اخرها في 10 نوفمبر 2013، وكلنا اكيد فاكرين البطوله وفاكرين المباراه اللي كانت اخر مباراه بيلعب فيها الكابتن محمد ابو تريكه، واللي من خلالها تأهل لبطوله كاس العالم للانديه للمره الخامسه في تاريخه. الاهلي فاز ببطوله السوبر المصري 9 مرات وهو ايضا رقم قياسي، وكاس السوبر الافريقي 6 مرات، وبالاضافه الى كاس الاتحاد الافريقي او الكونفدراليه اللي الاهلي حقق اول نادي مصري حقق لقب الكونفدراليه، المباراة الشهيرة واللي كلنا فاكرينها بهدف لعباد متعب في آخر وقت من عمر المباراة. وكلنا عارفين نادي الأهلي غير أنه 112 سنة، نادي الأهلي كمان سبب من أسباب حبنا فيه وسبب من أسباب أن احنا يعني فعلا بنعشق هذا النادي، أنه هو لا يعرف المستحيل. المستحيل مش أهلاوي، ده مسمى جمهور الأهلي أطلقه على النادي الأهلي. مفيش حاجة صعبة على النادي الأهلي، النادي الأهلي دايما بيتحدى المستحيل، بيتحدى الصعاب. النادي الأهلي بيعمل اللي عليه وزيادة في أي وقت وفي أي مباراة. 90 دقيقة مش وقت كافي علشان المنافس يقول خلاص المباراة انتهت بالتعادل أو حتى بالهزيمة. النادي الأهلي لازم تستمر معاه لحد نهاية المباراة، لحد ما تتأكد أنك دخلت غرف خلع الملابس وأن فعلا المباراة انتهت. لكن غير كده الأهلي هيفاجئك في أي وقت وفي أي لحظة، وهيلدغك في اللحظة اللي هو عايزها. بطولة الكونفدرالية دي دايما من البطولات اللي غالية علينا، عشان عرفنا أو كنا يعني تعبنا قوي، ويعني كنا كلنا فعلا بنقول يا رب، وكل الجمهور واللعيبة والإدارة كان كله على قلب رجل واحد، علشان كده ربنا بيكافئنا في آخر وقت علشان نحس بحلاوة الإنجاز. دايما النصر أو الانتصار أو البطولة لما تيجي في آخر وقت بيكون ليها طعم مختلف تماما تماما تماما. علشان كده دايما بنحس جمهور الاهلي ومشجعي الاهلي وكل من هو ينتمي الى النادي الاهلي قيمه احراز البطوله في اخر وقت في عمر المباراه او في اخر وقت من البطوله. بطوله الدوري العام الموسم الحالي اعتقد ان هيتم حسمها في اخر اسابيع البطوله او اخر مباراه او مباراتين، وبالتالي احنا يعني ان شاء الله ربنا يكتب لنا البطوله رقم 41 في الدوري المصري الممتاز. هنحس بالحلاوه، هنحس فعلا بالتعب اللي تعبنا له من اول الموسم، من كمان التحام موسمين قبليهم، قبل بطوله افريقيا، قبل ما المنتخب وكمان يفرحنا. علشان كده هنكون فرحانين بالانجاز اللي بيحصل في اخر وقت. طبعا بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات وكأس الأفريقية السوية مرة واحدة، والنادي الأهلي تم اختياره كأفضل نادي أفريقي في القرن العشرين، وده طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللي أصدره عام 2000. ويعني قلت لحضراتكم في البداية النادي الأهلي كان أول اسم تم إطلاق عليه اسم الأهلي، علشان يجي بعديه أندية كتيرة جدا وبلاد كتيرة تبدأ تسمي النادي الأهلي، زي النادي الأهلي في طرابلس، النادي الأهلي في بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، أهلي البرج الجزائري، أهلي جدة السعودي، الأهلي الأردني، أهلي دبي الإماراتي، والأهلي البحريني، والأهلي قطري. أندية كتيرة جدا مشيت و
يعني بدأت ان هي تروح وراء اسم الاهلي من عظمة وتاريخ وقيمة النادي الاهلي المصري. طبعا زي ما سمعنا وشفنا كابتن طه اسماعيل، وهقول سمعنا علشان احنا عايزين نسمع التاريخ اللي بيتقال والقيم والمبادئ اللي دلوقتي بقت بفلوس كتيرة جدا، ونادرا لما بنلاقي حد عنده قيم ومبادئ في وقت ما بقتش فيه قيم ولا مبادئ الا قليل جدا جدا جدا. بتكلم على في صعيد مصر كلها، بتكلم في كل شيء بينتمي الى الرياضه، وبالتالي احنا عندنا نجوم يعني بنحبهم وبنعتز بيهم، مش بس في الاهلي، في الاهلي وفي كل الانديه المصريه وفي مختلف اللعبات. زي ما اتكلمنا وشفنا مع الكابتن طه اسماعيل، عندنا واحد من نجوم الاهلي اللي عصره نجوم عديده وكثيره في النادي الاهلي، وواحد من يعني رموز الاهلي الكابتن طه الطوخي اللي هيتكلم معنا ايضا على 112 سنه نادي الاهلي، وهيتكلم على ابرز المواقف وابرز يعني المواقف التاريخيه اللي لا يمكن ينساها ابدا في حديثه لينا. وقلت لحضراتكم هيكون معانا لقاءات هنتشرف ونسعد بيها جدا جدا في احتفالنا ب 112 سنه اهلي. 24 ابريل 1907 هو تاريخ انشاء النادي الاهلي. نروح للكابتن طه طوخي نسمع هيقول ايه ونرجع نكمل معاكم. ما تروحوش في حته، خليكم معانا علشان حلقه هتكون مهمه جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين لكل من ينتمي للرياضه المصريه وبصفه عامه، ثم للنادي الاهلي بصفه خاصه. طبعا الحمد لله، الحمد لله إنجازات يعني سواء محلية أفريقية أو يعني على مستوى يعني القارات ومستوى كأس العالم للأندية. يعني نادي القرن دي ما جاتش من فراغ يعني، ودي حاجة طبعا عظيمة جدا جدا، وبتمثل لي أنا بالذات يعني حاجة أني يعني أفتخر بيها طبعا، وأولادي وأحفادي وكل من يعرفني يعني يفتخر بيها معايا برضو، إن أنا في نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي، وبالمناسبة كمان نادي القرن الأسيوي اللي هو نادي الهلال السعودي اللي أنا اشتغلت فيه حوالي 12 سنة برضه، يعني مدة كبيرة. فالحمد لله إن شاء الله إن شاء الله 112 سنة ومدى الحياة النادي الأهلي باستمرار بإذن الله، المبادئ والبطولات وكل ده من قلبي طبعا، والتوفيق إن شاء الله للجميع، كل من ينتمي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للرياضة المصرية. طبعا من بداية الستينيات يعني لما يعني الأستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه يعني كانت مفاجأة لي أنه اختارني كمدرب في النادي الأهلي. يعني كان عندي 22 سنة، يعني ما كانش طبعا، كانت مفاجأة كمدرب مش لعيب يعني، كان في الوقت ده بعد إصابة، كان لأن هو كان أستاذي في كلية الشرطة، أنا دخلت كلية الشرطة قبل التربية قبل التربية البدنية يعني، فأهلاوي بقى من ساعتها يعني كمدرب وعضو عامل والحاجات دي كلها، والأولاد والأحفاد أهلاوية يعني بطريقة مهما قلت يعني مش هقدر أوصفهم يعني. الحقيقة إحنا شفنا يعني بداية، أنا طبعًا لما جيت النادي الأهلي في بداية الستينيات، ويعني الحقيقة مهما اتكلمت برضه يعني سواء الفريق الاول او فرق الناشئين، وفي الوقت ده كان في فريقين اتنين بس يعني غير الفريق الاول يعني، طبعا ما كانش في زي دلوقتي براعم والناشئين والشباب وال يعني فرق كتيره يعني مراحل سنيه كتيره، كانوا هم مرحلتين اتنين بس وبعدين الفريق الاول طبعا. فاولا الاحترام، المحبه، الروح رياضية فعلا من جميع من ينتمي للنادي الأهلي يعني. من أول رئيس النادي الأهلي طبعا كان أول رئيس حضرناه اللي هو أحمد عبود باشا، أو زي ما بيتقال يعني عبود باشا، ورمز من رموز النادي الأهلي أو رمز النادي الأهلي الكابتن مختار التتش. يعني طبعا شخصيات الواحد الحقيقة، وكل أعضاء مجلس الإدارة في الوقت ده، مديرين الكورة اللي اشتغلوا في فترة كبيرة برضو يعني، على يعني على سبيل المثال اللي أنا فاكرهم طبعا، يعني طبعا أول واحد يعني يعتبر مدير كورة محترف
كابتن علي زيور طبعا الله يرحمه. قبليه بقى طبعا احنا برضو حضرنا يعني اكثر من مدير كورة يعني ما شاء الله مستوى اخلاقي وفني وحتى اجتماعي على مستوى عالي جدا جدا الحقيقة يعني. وبعدين مثلنا الاعلى بقى في التدريب استاذنا الكبير الله يرحمه الاستاذ عبد الصالح الوحش طبعا، والحمد لله وكان في نجوم على مستوى عالي جدا في الوقت ده برضه في النادي الاهلي كمدربين يعني، برضه اقول اذكرهم يعني هم كلهم في دار الحق يعني، الكابتن ابو حباجه، الكابتن حلمي ابو المعاطي، الكابتن فؤاد صدقي، الكابتن همامي، يعني دول من نجوم واساطير النادي الاهلي طبعا. والحمد لله يعني ما يعني فعلا عشنا فتره كانت فعلا فتره حتى يوميا كده لما بنتكلم مع الدكتور طه اسماعيل ونعيد الذكريات من اجمل فترات حياتنا يعني. يعني احنا في الوقت ده في البدايه دي كنا طلبه لسه في كليه التربيه الرياضيه، الدكتور طه كان لعيب وانا كنت مدرب الفريق الناشئين ثم مساعد مع الاستاذ عبد الصالح للفريق الاول، وكانت مفاجاه لمصر كلها ان انا في سني ده ادرب يعني الكابتن صالح سليم والكابتن رفعت الفناجيلي، وكان في لعيب اكبر مني في السن في الوقت ده طبعا، والكابتن طلعت عبد الحميد وعوضين ومجموعه كبيره يعني، زائد بقى النجوم كلهم زمايلي اللي كانوا في الثانوي الله يرحمهم الكابتن عادل هيكل، الكابتن طارق سليم، في بقى يعني سعيد ابو النور، كل الاسماء اللي في جيل الستينيات كان ليا الشرف ان انا دربتهم مع الفريق الاول. طبعا زي ما قلت يعني الاشخاص اللي انا اتكلمت عليهم يعني كانوا قدوه حسنه للجميع. يعني للمدربين وللاعبين سواء في الفريق الاول او فرق الناشئين زي ما قلت الصغار يعني، وكانوا يعني فعلا الميزه الكبرى ليهم ان اخلاقهم عاليه جدا جدا يعني. وزي ما بقول بيضربوا مثل اعلى للرياضي. والحمد لله يعني كان في باستمرار احترام متبادل بين الكبار والصغار، وبرضو اياميها جماهير النادي الاهلي وجماهير الانديه كلها الحقيقه كان في احترام كبير جدا لملعب كره القدم، التشجيع كان مثالي يعني، حتى مباريات الانديه الكبيره النادي الاهلي مع اي نادي من الانديه الكبيره في مصر يعني واللي هي جماهيريه وعندهم جماهير كانوا بيقعدوا في مكان واحد، يعني الجماهير كانت في مكان واحد مش منفصلين وبينهم شرطه او مسافه كبيره، ما كانش في الفاظ خارجه، ما فيش الفاظ نابيه، المدرجات سواء المقصوره او كل المدرجات فيها عائلات، فكان ما بنسمعش طبعا الالفاظ اللي بنسمعها حاليا وبتدخل البيوت والواحد بيبقى في منتهى الخجل والزعل طبعا. فدي مبادئ استمر عليها النادي الاهلي، وزي ما قلت القدوه الحسنه كانت موجوده من المسؤولين في النادي الاهلي. زي ما قلت انا الاحترام المتبادل، يعني كل واحد ليه احترامه بسنه وضعه في النادي، يعني مثلا رئيس النادي، مجلس الاداره، مسؤولين عن الالعاب المختلفه، كلهم شخصيات طبعا من ابناء النادي يمثلوا النادي على اعلى مستوى سواء يعني محليا ودوليا. فزي ما قلت يعني كان في فعلا احترام متبادل، حب من الكبار السن مثلا اللي هم مدربين او مسؤولين للعيبه الاصغر منهم يعني. فلدرجه يعني يمكن في اوقات حصلت لي انا بالذات يعني لما شفت الكابتن مختار التتش وسمعت عنه وطريقته في الكلام، يعني كان بيتكلم بصوره كده فيها يعني انا كنت فاكره عصبي يعني، انما هو دي طريقته، انما كان في منتهى الادب والاخلاق وحبه للنادي الاهلي كان بينعكس علينا احنا كمدربين، لانه قال لي كم كلمه في البدايه يعني، وقال لي عشان يعني الاستاذ عبد الصالح الوحش اختارك فانا عاوز اشوف يعني ازاي هتبقى مدرب انت في سنك دوت. والحمد لله الحمد لله قبل وفاته يعني كان هو كان لسه مسؤول حتى في وزاره الشؤون الاجتماعيه يعني كوكيل وزاره، يعني الحمد لله قابلته اكثر من مره في مكتبه انا والدكتور طه اسماعيل عشان نسافر يعني في دوره تدريبيه واحنا لسه طلبه برضه،
يعني احنا طلبه، هو طه اسماعيل لاعب وانا مدرب، فشخصيه الحياه تعلمنا منه كتير، ويكفي انه اتعمل له تمثال داخل النادي الاهلي ملعب كره القدم، وده من الملاعب طبعا اللي اتلعب فيها كل المباريات الدوليه الكبيره قبل استاد القاهره، يعني البرازيل والمانيا وكل الفرق الكبيره، فرق من تقريبا معظم دول العالم يعني، فسموه باسمه استاد التيتش يعني، فده مهما الواحد يتكلم مش هيقدر برضه يوفيه حقه يعني. فالحمد لله ده اللي اتعلمناه، وحاولنا كلنا بقى كل زملائي احنا ننقل هذا الكلام للاجيال اللي مرناها سواء داخل النادي الاهلي او في منتخب مصر او في الدول العربيه اللي اشتغلنا فيها. طبعا ذكريات ان كانت برضه بالنسبه لي يعني ان انا ادرب، يعني الاستاذ عبد الصالح الوحش اداني فرصه ان انا ابقى مدرب للفريق الاول لاني كنت طالب كمان، صحيح يمكن سني برضه المفروض كنت يعني عشان دخلت كليه التربيه الرياضيه بعد سنتين قضيتهم في كليه الشرطه يعني. فالحقيقه هو وكان زي ما قلت يعني اصابه منعتني من الاستمرار كلاعب، وكنت حتى اتجهت للتحكيم ونجحت كحكم، هو شافني بقى بدرب زملائي يعني في واحنا دفعه في التربيه الرياضيه، كان حوالي 8 او 9 كطلبه منتخب مصر، يعني من النادي الاهلي طبعا كان في الوقت ده اشهر 2 يعني في التربيه الرياضيه، دكتور طه اسماعيل والكابتن ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحه، ومن كل الانديه بقى كان يعني من بورسعيد، من الاسماعيليه، شحت الاسماعيلي، بدو عبد الفتاح، ترسانه قبل ما يروح الاولمبي، وحمد الحارتي وعوض الحارتي وسيد الطباخ، يعني اسماء. فانا كنت ممرنهم عشان اقف حكم، يعني اقف حكم، انا قررت ان انا ما العبش كوره خلاص واعمل فريقين واقف حكم. فهو بقى بالظروف كده جاي يطمئن على الشيخ طه، يعني كان عنده اصابه والنادي الاهلي عنده مباراه يعني كانت مهمه جدا في الدوري، فلاني بمرنهم يعني تدريب مش تحكيم، وانا مش فاكر ان انا الكلام ده هبقى مدرب يعني. فالحمد لله يعني طبعا اختارني بقى كمدرب في النادي الاهلي، فذكرياتي جميله جدا جدا. وفي حاجه حصلت انا بقولها باستمرار ويمكن انا اعتقد ما سمعتش عليها، يعني كان في دعوه للنادي الاهلي انه يلعب مباريات في ليبيا في طرابلس وبنغازي يعني، فهو اعتذر وسافرت انا مدير فني للفريق الاول، وبرضه كان في اكثر من لاعب اكبر مني في السن، وكان رئيس البعثه كابتن النادي الاهلي يعني شخصيه طبعا محترمه جدا جدا الله يرحمه كابتن محب يوسف، وكان معانا بقى لعيبه الفريق الاول ومن وبعض الناشئين زي الكابتن ريع، وبقى كان لسه صغير طبعا، وعلي منصور، في اكثر من لاعب يعني كانوا صغيرين، وعملنا مباريات كويسه جدا. فدي برضو لا يمكن انساها انه كابتن محب رجع وقال يعني طه طوخي يعني في المستقبل هيبقى مدرب على مستوى عالي، وده الكلام ده وصل للاستاذ عبد الصالح الوحش وفرح جدا طبعا. وبعد كده بقى يعني برضو وانا في النادي الاهلي لسه ده دربت منتخب، اول منتخب للمدارس المصريه، دي السنه اللي انا اتخرجت فيها 63، كانت دورة مدرسية الأولى وأقيمت في الكويت، وبرضو كل اللعيبة اللي أنا يعني قعدنا نمرن فيهم حوالي 4 شهور، فخدوا قرار في وزارة التربية والتعليم إن أنا أبقى مدرب هذا المنتخب، والحمد لله فزنا بهذه البطولة، بطولة المدارس الأولى في الكويت سنة 63، ومعظم اللاعبين يعني الفريق دوت بالمدارس بقوا لاعبين في الأندية بتاعتهم في الدرجة الأولى ثم منتخب مصر. والحقيقة شخصية يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حباه فعلا يعني كشخصية رياضية على مستوى عالي جدا جدا يعني. وأنا برضو فعلا يعني السؤال ده إجابته إن هو كلاعب، ويمكن السنة اللي اعتزل فيها الكورة وقرر اعتزال الكورة دي كانت رحلة للفريق الأول للنادي الأهلي في لبنان، وكان طبعا بعد العدوان الإسرائيلي 67، أنا مش عاوز أقول نكسة ولا حرب لأن ده كان اعتداء فعلا، وطبعا توقفت الكرة في مصر، وإحنا أول نادي النادي الأهلي جات له دعوة من لبنان، وسافرنا حوالي 18 أو 20 يوم،
نموذج للاعبين، هو كابتن الفريق واكبرهم سنا واكبر مني طبعا، يعني لان انا في سن اخوه طارق سليم، كنا سن واحد يعني. كان مثل اعلى للعيبه كلها في الانتظام والتدريب، وكان بيلعب اكن عنده 20 سنه. وبعد هذه الرحله اعتزل الكره، وحضرت انا مدرب بعد الاستاذ عبد الصالح الوحش، مدرب يوغوسلافي، وهو كان يحبه جدا جدا، في السنه اللي الكابتن صالح احترف فيها في النمسا. فلما رجع مستر بروشيتش، ده كان مدرب طبعا وكان في النادي الاهلي، فقال له يعني كابتن، كان دايما يقول له كابتن صالح، يعني عشان هو كده يعني الاجانب بيقولوا الكابتن الفريق، يعني انا عاوزك تبقى يعني تبقى في تدريب النادي الاهلي. دي سمعتها من الكابتن صالح، قال له انا يعني عشان عصبي، وبعدين يعني انا اعتقد ان انا مش هصلح اكون مدرب. ده مثل اعلى لاي لاعب بيعتزل دلوقتي ويطلع في التلفزيون يقول انا عاوز ادرب منتخب مصر، ولا خد دراسات ولا عنده موهبه تدريب. فالكابتن صالح قال له انا ما ينفعش مدرب، وربما اتجه للاداره، يعني لاداره كره القدم يعني في النادي. فدي من الحاجات الصراحه اللي انا يعني فاكرها كويس جدا جدا. وعلاقتي بيه زي ما انت قلت يعني اخ اكبر وصديق، والحمد لله ذكريات كثيره، وان شاء الله في صور هتبين هذه المواقف ان شاء الله. اقول لهم ان انتوا يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليكم بنعمه لا تقدر، وهي انكم كلاعبين في النادي القرن الافريقي، نادي الاهلي. الحمد لله اي لاعب انتمى للنادي الاهلي، يعني لازم كل واحد يفكر فيهم هذا الكلام، يعني من ابناء النادي وهم في الناشئين ووصل للفريق الاول، او بعض اللاعبين اللي كانوا في انديه غير النادي الاهلي وانضموا للنادي الاهلي فازوا ببطولات، يعني هم في انديتهم، انا مش هقول اسماء وواضح كلامي طبعا، يعني جم من انديه كبيره برضو ما حصلوش على اي بطولات، جم مع النادي الاهلي حصلوا على بطوله الدوري وكاس مصر وافريقيا، واشتركوا في كاس العالم للانديه اكثر من مره، لان زي ما كلنا عارفين النادي الاهلي 5 مرات يعني بيشترك في بطوله كاس العالم للانديه. فلازم تحافظوا على هذه النعمه، تعرفوا ان يعني شعار النادي الاهلي ده فعلا شعار يعني الحمد لله الجميع بيحترمه، فلازم تحترموا هذا الشعار. ومناسبه هذا الشعار، يعني عيب جدا لما انت تكون لاعب وسجلت هدف وتخلع هذا الشعار وترميه على الارض مثلا، او حتى تمسكه في ايدك. فانا بقول لهم كلكم يعني ان شاء الله ان شاء الله البطولات ما زالت موجوده وستستمر باذن الله على المستوى المحلي والقاري والعالمي باذن الله تعالى. كلام جميل مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن طه الطوخي، وزي ما حضراتكم سمعتم حكايات مع المايسترو الكابتن صالح سليم، ومدى العلاقه الطيبه ما بين الكابتن طه والمايسترو الكابتن صالح سليم. وكمان الكابتن طه اختتم كلامه وقال ان اي واحد داخل النادي الاهلي يحمد ربنا على النعمه اللي هو موجود فيها، وعلى الفضل الكبير اللي موجود فيه بيلعب في اكبر نادي في افريقيا. كابتن طه طوخ اكيد واحد من نجوم الاهلي اللي استمتعنا بكلامه زي ما استمتعنا بكلام الشيخ طه اسماعيل. لكن زي ما قلت لحضراتكم ما بين كل تقرير وتقرير هحكي لحضراتكم حكايه خاصه بال 112 سنه، حكايه خاصه بتاسيس الاهلي والافكار والنشاه وحاجات كثيره جدا حواديت. اعتقد ان جمهور الاهلي الحالي او الجمهور الفيسبوك او السوشيال ميديا اكيد محتاج ان هو يعرفها علشان يعرف كلام مهم وحكايات وتاريخ عن النادي اللي بيعشقه وبيحبه ودايما بيكون في ظهره. النادي الاهلي، ايه فكره وجود النادي الاهلي وازاي فكروا في النشاه وايه اللي حصل؟ في البدايه طبعا كان عمر بيك لطفي يعني فكر وقال ان الطلبه محتاجين ان هم يتجمعوا في مكان علشان خاطر يمارسوا رياضه، علشان يقضوا اوقات مع بعض، علشان خاطر يكون ملتقى يتجمع فيه الشباب المدارس كلهم. وبالتالي من هنا فكروا ان يتم انشاء نادي
في 1907 علشان خاطر يعمل كل الحاجات اللي قلت لحضراتكم عليها، يكون نادي رياضي ونادي اجتماعي ويتجمع فيه الشباب والطلبة. ومن هنا بدأت إن فكرة إنشاء النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي بقى كاسما جه منين؟ ليه سموه النادي الأهلي؟ ليه ما تسماش بأي اسم آخر؟ وده كانت فكرة أمين سامي باشا، ده أول اللي اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم إنه كان لخدمة طلبة وخريجي المدارس العليا، واللي كانوا الدعم الأساسي للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، واللي طبعا نشأوا وطنيا مصريا من أجل لم الشمل لشباب مصر. يعني النادي الأهلي هو نادي لم شمل مصر كلها، علشان كده اتأسس وعلشان كده اتسمى. تقارير كتيرة، مش عايز أحرم حضراتكم من متعة التقارير ولا الكلام مع نجوم النادي الأهلي القدامى اللي شهدوا على تاريخ طويل جدا وبيتكلموا معانا في أسرار وخبايا لأول مرة تسمعوها من خلال وجودهم على شاشة النادي الأهلي. هنروح لواحد أيضا من نجوم النادي الأهلي، وهو الكابتن رفعت رجب، كابتن ريعو نجم النادي الأهلي، اللي أيضا هيتكلم على تاريخ طويل بيتكلم فيه عن أسرار وذكريات وحبه للنادي الأهلي. نشوف الكابتن ريعو هيقول إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم في 112 سنة أهلي. مش انا اللي هقول النادي الاهلي يعني شايفه ازاي، العالم كله شايفه ازاي، لان خلاص النادي الاهلي مفروض يعني يخش بقى على او يبص ويخطط لنفسه على مش على المستوى المحلي بس، لا يفوق كمان المستوى العربي والافريقي، وان شاء الله يخش على المستويات الدوليه. فالنادي الاهلي طبعا اللي انا بعتبره الحقيقه بيت الشعب كله. يعني انت عارف سعد زغلول ده كان برضه ليه يعني رجل قويه جدا في نشاه وتاريخ النادي الاهلي، وكانوا بيسموا بيته لانه كان بيت الامه كله. فاحنا طبعا النادي الاهلي ده بيت الشعب الحقيقي، مش مؤسسه ولا نادي ولا لا، ده بيت الشعب الحقيقي اللي اتنشا من 112 سنه واصبح كمان زاخر بقى دواليبه بالبطولات، يعني فوق ال 112 بطوله. وطبعا النادي الاهلي يعني مش عايز اقول نادي القرن، مش عايز اقول ذو الشعبيه الكبيره والعريضه في مصر وفي الدول العربيه والافريقيه وحتى على المستوى العالمي. الحمد لله النادي الاهلي بخير، وطبعا دي البدايه اللي دخلت فيها النادي الاهلي الحمد لله من سنه 54. انضميت للنادي الاهلي وانا شبل صغير كده 11 12 سنه، وطبعا كان في اواخر مجلس اداره عبود باشا. وفي الفتره دي طبعا انا كنت شبل بقى صغير، تتلمست على ايد مدربين كتار جدا في النادي وعظماء، واستفدنا منهم. والنادي الاهلي طبعا انت عارف مدرسه في المبادئ ومدرسه في الاخلاقيات ومدرسه في علمونا ازاي نأدي وازاي نلعب وازاي ننتصر وازاي برضه حتى مع الانتصار يبقى برضه عندنا الروح الرياضيه والسلوك الرياضي. يعلمونا طبعا احترام الكبير، وعلمونا يعني العطف على الصغير، وعلمونا لغايه الوقت احنا بنقول لناس كتير جدا جدا اي حد تقابله حتى صغير يا كابتن. يعني في الوقت شاف معلش مع شبابنا واولادنا واي حاجه يعني كله كده، احنا لا لغايه دلوقتي اي حد بنكلمه نقول له يا كابتن، ولأن اتعودنا على الكلام ده كله. والنادي الأهلي علمنا الكلام ده وعلمنا المبادئ دي كلها من ساعة ما دخلنا سنة 54. يعني انت دخلت سنة 54 كان عهد عبود باشا يعني طبعا، ودخلت بعد كده على رئاسة السفير صلاح الدسوقي عضو مجلس قيادة الثورة والباطل الأحرار، وكان بقى العصر بقى الذهبي. أنا قعدت من 54 في النادي الأهلي لغاية موسم واحد، يعني ابتديت العب بقى فريق اول 61 62 لغايه موسم 66. طبعا كانت فيها محطات كبيره جدا، وطبعا فتره من
أقصى فترات حياتي الحمد لله. يعني أنا ابن النادي الأهلي بقول لحضرتك من 54، وطبعا بتذكر فيها كل الذكريات الحلوة كلها من حرط الطفولة للفتوة للشباب. أحسن مرحلة الحمد لله لعبتها من 54 زي ما قلت لحضرتك لغاية 66. يمكن بعديها يعني انتقلت كسفير الحمد لله، يعتبر نفسي يعني أول لعيب ينجح ويروح النادي الإسماعيلي ويحرز معاه بطولتين غاية في الأهمية، بطولة الدوري العام لأول مرة في تاريخ الإسماعيلي 5 مايو 66، وبعدين كأس أفريقيا لأول مرة في تاريخ مصر في عز حرب الاستنزاف في 9 يناير 70، وخدنا على بطولة الدوري وسام الرياضة، وخدنا بطولة أفريقيا وسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر. وطبعا بعتز برضو بميدالية العمل الوطني أثناء العدوان على اللي حصل سنة 67. إنما طبعا ذكرياتي كبيرة جدا واعتز بيها جدا في النادي الأهلي من أول ما كنا في الناشئين الصغيرين زي بقول حضرتك، ونلعب ماتشاتنا وناخد البون نجري عشان ناخد البون من كان عندنا المدربين الأول اللي معايا الدكتور ممتاز، ثم الكابتن حلمي أبو معاطي، ثم الكابتن عبد الصالح الوحشي. طبعا تتلمذنا على أيدين مدربين عظماء كتير بعديهم، بس أخص بالذكر منهم مستر بروشيتش، ده من أحسن مدربين اللي جم على مستوى تاريخ النادي. كنا نكسب في الماتشات الصغيره دي، كان انت عارف يعني زمان في الناشئين بيعمل ايه، المدرب يدينا البون ب 25 قرش ونروح للمطعم النادي الاساسي، كان التشيب بتاعنا بقى عم مختار ده، يا سلام لما يديك بقى الطبق المكرونه السباكيتي بايديه على فكره، وطبعا بقى غير بقى البولونيز بقى اللحمه المفرومه والبسكالوب البانيه الاصلي ثم كريم كراميل. طبعا ده يعني شوف الكلام ده كان في ايه في الخمسينات، كلنا يعني ايه بنتذكر الايام الحلوه دي كلها. كل عصر الحقيقه وليه يعني ليه 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 يعني جماله وايجابياته والحاجات بس طول عمر النادي الاهلي طبعا نادي البطولات ونادي روح الفانيلا الحمراء والجماهير المشجعين، من اول رابط اللي يعني عم بحر وكمال الطيوري وكل الروابط المشجعين اللي تواردت على مستوى النادي عصرناها الحمد لله. ان احنا طبعا تعرف فتره الستينات، بس كان في قبل كده الخمسينات برضو كان يعتبر عصر ذهبي، والاربعينات ومن اول 34 ناس كتير جدا من النادي الاهلي اشتركت في كاس العالم لاول مره سنه 34، وتوالت الاجيال بقى الحمد لله. انا اعتبر رغم ان دخلت سنه 54 انما انا اعتبر جيل الستينات يعني في لانه كنا شبه صغير، والاشبال الصغيره لعبنا مع عمالقه النادي بقى ان هم كانوا لعبوا في الخمسينات وكملوا لغايه الستينات. كل الناس دي توقفت زي ما قلت لك لغايه سنه 67 عشان الحرب قامت ووقفت البطوله والدوري لغايه بعد 73، احنا كملنا بقى بقول لك الست سنين دول كلها مع النادي الاسماعيلي. انما النادي الاهلي طبعا في هذه المتواليه يعني توارد عليه مجموعه يعني اساطير من اساطير الكوره، مش هتكلم من اول مختار التتش ولا حجازي ولا مختار التتش بدون بحفظ الالقاب يعني الحقيقه. وانت ماشي بقى لغايه ما وصلنا لكابتن صالح سليم ومحمود الخطيب وتاريخ بقى حسام حسن عماد متعب وبقى وجيل ابو تريكه وبركات والمجموعه، مش عايز انسى لغايه الجيل الحالي، حتى الجيل الحالي دلوقتي بعد اللي هو مرحلة التجديد بعد مستر مانويل جوزيه والبطولات العريضة اللي النادي أحرزها دي كلها أكثر من 20 بطولة في الخمس سنين بتوع مانويل جوزيه بعد سنة 2001 ل 2006. إنما الجيل الموجود دلوقتي ده جيل مبشر بالخير رغم أي حاجة حصلت في الأونة الأخيرة، إنما جيل عظيم جدا جدا، وإن شاء الله هشيل النادي الأهلي وهشيل منتخب مصر على الأقل 10 سنين الجايين. لولا النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي احرز واستمر في احراز هذه البطولات كلها. يعني البطولات كلها بتتوالى في النادي الاهلي، احنا عندنا اكثر من 40 يعني بطوله في الدوري العام، ويعني اللي هي البطوله الرسميه الرئيسيه، انما برضو يعني في محطات في تاريخ النادي الاهلي الواحد بيعتز بيها جدا وحضرتها، رغم ان انا كنت من مجموعه الاشبال الصغيرين اللي انضمينا للنادي الاهلي زي ما قلت لك في عصر الدكتور ممتاز ثم الكابتن حلمي ابو معاطي ثم الكابتن عبد الصالح الوحش اللي صعدنا الفريق الاول، ومعاه الدكتور طه طوخي كانوا في الحقبه دي،
يعني انا كنت موجود بقى معايا كابتن علو مطر يعني عبدون برضو علو مطر والسايس ومصطفى عبد الغالي وشريف بركات وروف اسماعيل واللواء علي حفظي و و و ومجموعه كبيره جدا وسمير صبيح والفريق الاكبر منهم كمان عاصرته لان احنا كنا واحنا حتى في الناشئين كانوا بيلعبونا تحت 16 و18 وساعات تحت 21 سنه فعاصرت الفريق الابيض وعاصرت الفريق الاحمر. الاحمر ده طبعا الاول والسكند تيم اللي هو الفريق الابيض. كان في الفريق الابيض بقى من اول العمده وعلي عبد الله ومصطفى طنطاوي وشمبر وانبر ومحمد سالم مجموعه كبيره جدا جدا عاصرت المجموعه دي كلها. ثم وانا في الناشئين بقى وكنا بيمرنونا الناس المتميزه من الولاد الصغيرين كانوا بيمرنونا مع الفريق الاول فكان ابتديت بقى لعبنا احنا بقى من اول موسم بدايه موسم 61 مع الفريق الاول من العمالقه. احنا طبعا كنا لسه 17 سنه اقل واكثر لغايه ما لعبنا بقى ماتش الشهير اللي يعني فضل النادي الاهلي عليا كبير جدا فضل الكابتن عبد الصالح الوحش عليا كبير جدا بعد ربنا ماتش الشهير جدا الاهلي والزمالك ده اول بطوله اشترك فيها ونكسب نادي الزمالك في ملعبه 3-0 وسط العمالقه وانا كنت بلعب الماتش ده لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لي ماتش لن يتكرر لان من حاجات البطولات والحاجات العظيمه جدا اللي الناس كلها بتسال عليها ماتش لن يتكرر غالبا حاجه في التاريخ زي ما مثلا مصر كسب يعني 3 بطولات افريقيه 6 و8 و10 فبرضه الماتش ده بتاعنا احنا اللي هو السايس وريع وعلو مطر وسط عمالقه مصر في نادي الزمالك 3-0 لن يتكرر كثيرا. النادي الاهلي طول عمره في ال 20 25 فدان اللي هم بتوع نادي الجزيره كان كل النادي الاهلي بقول لك بيت الشعب يعني ما فيش شك بقى ان وقت ال 50 سنه فاتت اولا حضرت مناسبات عديده جدا ابرزها يعني حضرت اليوبيل الفضي بتاعنا بتاع النادي الاهلي اللي كان في ال 55 او يعني في الخمسينات برضه في نص الخمسينات يا 55 يا 56 اظني وطبعا الناس كلها والقناه كلها بتتغنى بام يا اهلي شوف ولادك والجنوم شوف ايات النصر في كل العهود شوف وسجل بيها امجاد الخلود انت دايما كان بس النادي الاهلي بقى في القناه بيجيب موسيقى احنا كنا بنعمل 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ونتكلم على الفقرات كلها الاغنيه الكبيره اللي اتعملت في اليوبيل الفضي واللي كتبها العظيم فكري باشا اباظه في هذا التوقيت عشان احتفالا باليوبيل الفضي دي مناسبه مهمه جدا واحنا طبعا كنا اولاد صغيرين في الناشئين وحضرنا دافل على مستوى الاحتفالات الحمد لله حضرت الفضي وادي احنا ربنا مدينا العمر عشان نشوف 112 سنه كمان دلوقتي فالحمد لله وحضرنا الالفيه كمان يعني لما جينا النادي الاهلي يحتفل بالالفيه 100 سنه برضه عملوا لنا تكريم وكل الاجيال بقت المتتابعه كلها جت ورا بعض انما ماتشات كتيره طبعا الحمد لله خلال الفتره دي كان فضل النادي الاهلي عليا الحمد لله كبير جدا وطبعا زي ما اتفقنا على ان النادي الاهلي بجمهوره وادارته البطولات اللي احرزها دي مش ما احرزهاش طبعا من فراغ زي ما بقول لك فرع الجزيره ده 2025 فدان تحول بعد كده لفرع بعد كده لما جه الفريق مرتجي وكابتن عبد الصالح الوحش فرع مدينه نصر ثم فرع الشيخ زايد فرع التجمع الخامس انشاءات وبنيه اساسيه تغيير شامل واناقه ورونق وجمال ولاندسكيب وخضره ويعني شكل ثاني خالص فروع النادي الاهلي دلوقتي اتغيرت اللي يصور اجتماع مجلس اداره كان بيجتمعوا فين ويصور اجتماع مجلس اداره مثلا امبارح في النادي الاهلي يشوف هناك يعني فرق شاسع جدا امكانيات زادت السبونسرز الرعاه زادوا الجماهير زادت المشجعين على كل المستويات الناس تقول بكره عايز تبرعات للنادي الاهلي عشان تبني الاستاد هيجي لك مليارات من الجنيهات كل ده طبعا التطوير ده كله اللي حصل في الخمسين سنة اللي فاتوا على الأقل يعني كل ده من اسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي.
الحقيقة الرسالة اللي بوجهها الناس كلها طبعا لازم تلتف. احنا طبعا في مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة حتى لمصر عموما. فاحنا يعني بتاريخ النادي الاهلي ده كله يحصل حاجة. حتى النادي الاهلي الكورة رغم ان انت عندك بطولات عظيمة جدا في كل الالعاب تقريبا يعني وضارب ارقام قياسية في لعبات كتيرة جدا، انما لما يحصل اي نكسة او اي كبوة او اي هفوة لازم جماهير النادي الاهلي تقف جنب النادي الاهلي وجنب ادارة النادي الاهلي وجنب التاريخ ويفتكروا الكلام ده كله عشان يستمر النادي الاهلي ان شاء الله. كان بقول لك دلوقتي ده بيت الشعب ولازم النادي الاهلي بقى اقول لك في الفتره دي وبالجيل الحالي اللي هو عنده ده يقدر ان شاء الله يشترك في كاس انديه العالم تاني وكاس افريقيا تاني وتالت ان شاء الله. النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يمرض، انما النادي الاهلي طول عمره ان شاء الله في اعلى المناصب وعلى يعني الدرجات ان شاء الله. انا برضو كنت يعني برضو في فضل النادي الاهلي عليا بعتز بمباريات كثيره جدا، انما مثلا زي ما قلت لك ابرزهم يعني وحاجه لن تنسى في تاريخ النادي الاهلي بطوله 21 موسم 61 62 برضو الحمد لله ربنا يعني احيانا لعبنا مع اساطير النادي برضو بعديها على طول بشهر ضد نادي بنفيكا بطل ابطال اوروبا وكان في يعني واخد بطوله اوروبا 5 سنين ورا بعض كسبناه الحمد لله 3-2 يعني، وده يعتبر اعظم انتصار للنادي الاهلي في التاريخ في القرن اللي فات. فكل الكلام ده كله يعني بطولات كتيره النادي الاهلي عملها الرواد كلهم وبتكمل الاجيال كلها لغايه الابناء، وان شاء الله النادي الاهلي فيه تقدم وتراد دايما ان شاء الله. كلام دايما بيكون خارج من القلب من نجوم النادي الاهلي وبالاخص الجيل اللي حضر للنادي الاهلي. بتكلم تاريخ مصر وتاريخ الاهلي ايضا من حيث البطولات واولى البطولات الافريقيه واولى البطولات المحليه والافريقيه. كابتن ريع واحد من النجوم الكبيره جدا في مصر واللي اتكلم من قلبه واتكلم على نشيد النادي الاهلي وعلى مدى حبه وانتمائه للنشيد اللي حفظه وكان بيغنيه مع حضراتكم وعارف كل كلمة بتتقال فيه، وكان بيقول ان احنا كنا دايما بنسقف على النشيد وكنا بنستمد الطاقة والحماس من نشيد النادي الاهلي. نشيد النادي الاهلي بنعرضه لحضراتكم في قناة الاهلي هنا يعني باستمرار بيكون موجود، ويعني بنأمل ان هو دايما يكون مستمر وان احنا بقى يعني يكون هو ده الفترة اللي جاية شبابنا وولادنا حافظينه وعارفينه ونحن في الملعب نغنيه. يعني في الملعب زي ما احنا ما بنقول اناشيد خاصه بالفريق وزي ما بنقول اناشيد خاصه من تاليفنا ومن غنانا ومن كل شيء، احنا بنكون قادرين على الكلام ده، عايزين نغني النشيد الاصلي، النشيد اللي فعلا بيدل على عراقه النادي الاهلي وبيدل فعلا على يعني تاريخيا قيمه النادي الاهلي. هتكلم معاكم سريعا قبل ما نروح لتقرير اخر مع واحد من نجوم الكره المصريه وواحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن مختار مختار المخ، لاعب كره القدم اللي كان فعلا عبقري، لكن الاصابه للاسف هي اللي منعتنا ان احنا نكمل ونشوف واحد من اعظم لعيبه اللي لمسوا كره القدم في تاريخ مصر وتاريخ النادي الاهلي. ظهور الافريقي الاول للنادي الاهلي ودي اكيد حكايه مهمه جدا ان انا احكيها لحضراتكم وان انا اقولها لحضراتكم عليها، كانت سنه 1976 يوم 29 مايو كانت المشاركة الأولى للنادي الأهلي أمام فريق المولودية الجزائري، وكان النادي الأهلي خرج من دور ال 32 لكن كان أول هدف النادي الأهلي أحرزه في البطولة الأفريقية كان بقدم الكابتن محمود الخطيب. ويعني إحنا بنتكلم على تاريخ طويل جدا و تاريخ مشرف، عندنا دايما ارقام مميزه، عندنا تاريخ هنقول لحضراتكم كل اول حاجه
في كل المشاركات الأهلي الأفريقية اللي لعبها. زي ما قلت لحضراتكم يوم 29 مايو 1976 الأهلي خرج من دور ال 32 أمام فريق مولودية الجزائر، وده كانت أول مشاركة أفريقية. هدف الكابتن محمود الخطيب كان في بطولة الأندية الأفريقية، كان يوم 11 يونيو، والكابتن محمود الخطيب هو اللي حرزه، علشان بس أقول المعلومة صح 100%. لسه مكملين معاكم ولسه بنحكي معاكم حواديث وأسرار ال 112 سنة. هنروح لتقرير تاني مع واحد من نجوم مصر زي ما قلت لحضراتكم، الكابتن مختار مختار. هنسمع ونشوف بيتكلم وبيقول إيه على تاريخ النادي الأهلي، ونرجع نكمل معاكم في 112 سنة أهلي. خليكم معانا. النادي الأهلي ابتدى عملاق واضح، لأن السنين والتطورات والتاريخ اللي النادي الأهلي عاشه في هذه السنين الطوال أكيد إن هي فيها إنجازات على أعلى مستوى، في تطور رهيب سواء في المنشآت، سواء في الألعاب، سواء في النتائج. يمكن أنا يمكن ديت أنا يعني عشلت بعضها بشكل معقول شوية. يمكن إحنا ابتدينا وأنا شغال في النادي الأهلي كلاعب كورة، يعني كنا تقريبا يعني لنا اليد العليا في البطولات المحلية. أول ما أنا ابتديت ما كانش النادي الأهلي داخل في أفريقيا بشكل كبير أو بالشكل اللي هو موجود فيه دلوقتي، وكان فكرنا عن أفريقيا إن الأمر فيها صعب، وإن في إصابات وفي يعني الماتشات كان فيها عنف زيادة عن اللزوم، وده أمر طبعا كان فيه يعني خطأ كبير جدا مننا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. النادي الأهلي أول ما دخل في أفريقيا وابتدى يركز فيها زي ما هو بيخش في كل المجالات بتاعته، ابتدى في 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 فتره صغيره جدا ان هو ياخد نادي القرن، ان هو من الثمانينات لغايه نهايه القرن ما شاء الله بقى هو نادي القرن. فده تطور رهيب، ده في حاجه يعني واضحه وحاجه انا عشتها. المنشآت بتاعه النادي الاهلي اكيد تطورت تطور رهيب جدا جدا جدا، ما شاء الله المقرات بتاعه النادي الاهلي بقت على اعلى مستوى، بقى فيها تطور رهيب جدا جدا. التطور كمان حتى في الجمهور، يمكن الجمهور النادي الاهلي كان من اول ما ابتدى زي ما بقول كان عملاق، والعملاق دايما يعني بيستحوذ على كل حاجه. الجمهور كان ما شاء الله اعداد غفيره جدا، شوف دلوقتي زادت بشكل رهيب ازاي، اكيد ده كمان في تطور بشكل كبير جدا. الهاله الاعلاميه اللي موجوده على النادي الاهلي كمان اكيد ان هي تطورت وطورت نفسها بشكل كبير جدا، لدرجه ان النادي الاهلي بقى هو اول نادي دخل في مصر بالنسبه للقنوات الرياضيه، وده امر طبعا الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، لان ده سبق واللي احنا عايشينه بتطورات النادي الاهلي يجب ان هو يكون اول نادي في هذا الامر، وفعلا كان هو اول نادي، وهو اللي له دلوقتي الرياده زي ما بيقولوا يعني في الحته الاعلاميه، ودي باينه طبعا في قناته اللي هي في كل يوم بتتطور بشكل كبير جدا. اكيد النادي الاهلي في كل المجالات وفي كل السنين بتاعته تطور اكيد بايجابيه عاليه جدا جدا، ودينا ومتهيألي كلنا ملاحظينها بشكل كويس يعني.
الاهلي جمهوره بيهز اي يعني اي عروش اي حد، سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي. ما شاء الله الجمهور، حتى يعني جمهور كوره بقى مثقف بشكل هائل جدا جدا، لدرجه لما النادي الاهلي بيتغلب الناس بتشجعه، وده امر اكيد ان ده ما كانش موجود، بس ده على تطور وعلى فهم الناس. اكيد الامور اتغيرت بشكل كبير جدا، وديت اللي احنا بنشوفها في اوروبا، ان بعد الماتش والناس بيبقى النتيجه سلبيه، الجمهور بيطلع يشجع فريقه بشكل كويس قوي. تطورت عندنا تطور هائل جدا بالنسبه كمان لجمهور النادي الاهلي. بنخسر بطولات، وبنخسر بطوله افريقيا اللي هي كل الناس بتبقى حاطه عليها امال كبيره جدا، وشوف كمان الجمهور بيشجع لعيبته ازاي وبيدفعهم ازاي. اللعيبه ديت هي اللي جابت البطولات قبل كده، فاكيد لما يخسروا بطوله بيبقى محتاجين حد يطلعهم من هذا الامر بشكل كويس قوي. ده بتبقى دور الادارات ودور الادارات الفنيه. لا تخيل بقى ان الجمهور هو اللي طور نفسه في هذا الامر، اكيد جمهور زي ما بيقولوا عليه جمهور عظيم. واضح انه فوق الجميع، بدليل ان هو على المستوى المحلي بالنسبه للبطولات طبعا يعني واضح ان هو الليدنج. على المستوى الافريقي هو البطل الافريقي لغايه دلوقتي، وهو اكثر نادي مستحوذ على البطولات. فاكيد كمان انا بتكلم على كمان في الكوره اللي الواحد عايشها بشكل يعني مكثف، يعني اكيد في كل المجالات بالنسبه للالعاب الثانيه له دور كبير جدا جدا، حاجه يعني هايله جدا 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 يعني. كابتن مختار واحد من نجوم النادي الاهلي اللي اكيد شهد على تاريخ طويل وكبير، سواء في مرحله لعبه لكره القدم مع الفريق الاول، او حتى في يعني رحلته التدريبيه ايضا مع الفريق الاول وفي قطاع ناشئين، واحد من اهم ورموز النادي الاهلي في الفترات الاخيره. يوم 2 ابريل 1908 كانت لحظه تنحي ميشيل انس عن منصب رئيس النادي الاهلي، وتم تعيين أول رئيس مصري وهو عزيز عزت باشا علشان يصبح أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا أقيمت حفل بعد ما تم تعيين عزيز عزت باشا كأول رئيس للنادي الأهلي، والحفلة كانت في النادي الأهلي في المقر الرئيسي في يوم 26 فبراير 1909، وأكيد تم دعوة الرئيس السابق ميشيل إنس على الحفل قبل ما رسميا يرجع لبلاده. فواضح أن القيم والمبادئ كانت من فترات بعيدة جدا، وكان واضح أن في احترام للغير أيا كان إيه جنسيتك، أيا كان إعرقك، أيا كان إيه طباعك، هيتم تكريمك واحترامك على كل دور بذلته داخل النادي الأهلي. وبالتالي سنة 1909 بيتم تعيين أول رئيس مصري عزيز عزت باشا علشان يكون اول رئيس للنادي الاهلي. طيب ايه حكايه سعد زغلول، وهل سعد زغلول كان رئيس النادي الاهلي الفتره دي؟ كان يعني معترف او كان في عرف ان وزير المعارف المصريه هو اللي يكون رئيس شرفي للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وفي نفس التوقيت من السنين كان سنه على ما اعتقد سنه 1900
وسبعة أو 1908 كان سعد زغلول هو وزير المعارف المصرية، يعني وزير التربية والتعليم المصري، ففي نفس الوقت كان هو رئيس الجمعية العمومية للنادي الأهلي. لكن سعد زغلول هو كان رئيس شرفي، لكن أول رئيس رسمي للنادي الأهلي كان سنة 1909 وهو عزيز عزت باشا، خلفا لميشيل إنس الرئيس الإنجليزي الأول للنادي الأهلي. لكن الموضوع كان فيه قصص وحكايات وروايات هحكي لها لحضراتكم، وليه تم اختيار ميشيل إنس، وإزاي عمر لطفي بيك اتنازل لميشيل إنس عن الرئاسة لأسباب وأغراض في مصلحة النادي الأهلي. هنروح لتقرير وحكاية ورواية جديدة وذكريات وتاريخ مع نقادنا الرياضيين، زي ما سمعنا أراء لاعبي كرة القدم هنروح لنقادنا الرياضيين علشان نعرف منهم ونسمع تاريخ مشرف، تاريخ طويل يخص 112 سنة، الأستاذ حسن عثمان الناقد الرياضي. تعالوا نروح ونشوف ونسمع هيقول إيه في 112 سنة ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنا واحد من أشبال النادي الأهلي، لكن ما استمرتش كويس كده، أنا ما استمرتش. كان أيامها على أيامنا يعني كان دوري المدارس والثانوي وابتدائي، وكان في دوري في كل المناطق الجمهورية يعني. فأنا ما استمرتش في النادي أكتر من حوالي فترة كده في الأيام الدكتور ممتاز الله يرحمه، ولكن استمرت بعد كده بقى النادي الأهلي من النادي الأهلي منذ أن بدأت أعمل كصحفي يعني. يعني وكان الكلام ده سنة 63، وكان آخر أيام المستير وربنا يرحمه، في آخر أيامه في الفترة دي كان النادي الأهلي ظروفه ما هياش كده قوي، لكن يعني بدأت أخطو خطواتي الأولانية من خلاله. والحقيقة كان هو أحد الناس اللي مدي لي إيده كويس قوي، فكانت في بداية حياتي الصحفية لما عرف ان انا ابن النادي الاهلي، كنت من الجيل اللي كان موجود في النادي الاهلي ده زمان. وامكن كان صالح الله يرحمه ما كانش من الناس اللي بيحبوا يتكلموا صحافه، وكان ده معروف في الوسط الصحفي كله يعني. كنت في الفتره ديت بدا حياتي في مجله صباح الخير، فاقنعته. فالمهم الراجل خلاني عملت معاه حديث، عملت حديث، فده كان بداية بالنسبة لي كبيرة. وفي نفس الوقت كانت حديث الناس ان يعني مين حسن اللي عمل حديث مع صالح ده وبتاع. واستمرت بقى بعد كده. هو طبعا انا ارتباطي بالنادي الاهلي ده ما يمنعش طبعا ان انا كناقد رياضي ليا موقفي يعني الحيادي في شغلي يعني، لكن في النهاية انا ابن النادي الاهلي او المحب الحقيقي للنادي الاهلي. شوف النادي الأهلي، عشان نتكلم بقى عن النادي الأهلي، نتكلم عن النادي الأهلي نادي التاريخ الوطني في مصر. يعني أنا ليا برضو دور في السياسي كويس كده، وده يمكن أحد الحاجات اللي أخرت إن أنا أبدأ عملي الصحفي يعني. ده النادي الأهلي شعبيته الأساسية ليست كرة قدم، لكن هي شعبيته الأساسية أساسا من التاريخ النضالي ضد الاحتلال. ويمكن عمر بن لطفي لما فكر ده فكر في انه يشوف مكان عشان خاطر الشبان الثوريين او الرافضين للاحتكال اللي موجود في مصر، انهم يبقى لهم مكان يعني. والنادي الاهلي ليس مكان ولكنه هو رمز يعني، في النهايه هو رمز للوطنيه اساسا. ومن هنا كلام حوالين النادي الاهلي بمبادئه وتاريخه وتقاليده هو فعلا شيء مميز جدا، بيميزه عن اي نادي ثاني في مصر او في العالم العربي بشكل عام يعني. يا كأس افريقيا مع ابطال مصر. النادي الاهلي تاريخه وتاريخ نشأته، تاريخ النادي الاهلي هو التاريخ الوطني
للنادي، ايضا قدرات النادي الاهلي في تحقيق بطولاته، انفراده بتحقيق بطولاته على النطاق المصري بشكل محلي وعلى النطاق العربي وافريقي بس. ومن هنا انا بفتكر المقوله اللي لا يمكن حد هينساها للمايسترو الله يرحمه، يوم في الحفل اللي كان في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا وهو بيستلم جائزه نادي القرن، قال انا بتمنى انه القرن اللي جاي ان شاء الله انه يقف مكاني هنا اهوت في نفس المكان ده، او في احتفال هذا اللي هو المفروض احتفال لا يمكن بيحصل الا كل 100 سنه، انه في 100 سنه اللي جايين ان شاء الله يبقى اللي واقف هنا بيستلم هذه الجائزه رئيس النادي الاهلي او من يمثل النادي الاهلي. Ladies and gentlemen, I have received this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الانجاز وتوي ونقاط again الفلوس presentation of the same honor. Thank you. أعتقد أنه إحنا لما بنتكلم عن النادي الأهلي إحنا بنتكلم عن النادي الأهلي على سلوكيات الناس في النادي الأهلي، وبعدين النادي الأهلي صاحب تقاليد، يعني النادي الأهلي يمكن بيضرب به المثل في أنه أفضل إدارة موجودة على نطاق الأندية كلها، لأنه في أساس، والأساس ده الحقيقة متوارث، يعني ده أساس متوارث حطه الرواد وحطه أساسه وكل الأجيال اللحقت بعد كده مشيت عليها. فالنادي الأهلي له تقاليده وله مثله وله أخلاقياته، وأعتقد أنه مش محتاج أنا حد يتكلم عليها يعني، إلا إذا كان في ناس ما بتحبش النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي بوجوده كده حتى جماهير النادي الأهلي بيضرب بيها المثل، يعني حتى جماهير النادي الأهلي بيضرب بيها المثل في الانتماء. ويمكن إحنا لسه قريبة وشفنا جماهير النادي الأهلي كانت عاملة إيه في الماتش الأخراني بتاع النادي الأهلي، أعتقد ده نموذج حقيقي لأن النادي الأهلي ارتباطات الناس بيه ارتباط حقيقي من جواهم من قلبهم يعني. مستيرو برضو أنا أحب دايما أتكلم عن مستيرو. مستيرو كان له مقولة شهيرة جدا، بيقول لك مفيش حاجة تفرض على واحد إنه يكذب، ومفيش حاجة تفرض على واحد إنه يعمل شيء هو مش راضي عنه. إذن الإنسان اللي بيكذب ده ممكن يعمل أي حاجة، الإنسان اللي بيعمل حاجة مش راضي عنها يبقى لا يجب أن يحترم يعني. ومن هنا لابد إن احنا نتكلم بقى على هذه المسل، ما هيش وليدة النهاردة، دي من زمان جدا. وكلمة النادي الأهلي فوق الجميع دي ما هيش برضو وليدة النهاردة، ده تاريخ. يعني أنا افتكر من خلال تاريخ النادي الأهلي في انتخابات مجلس إدارة من بعد التأسيس في السنوات الأولى، كان في انتخابات لرئاسة النادي يعني، فكان فؤاد باشا سراج الدين كان مرشح نفسه وكان عبود باشا مرشح نفسه. فؤاد سراج الدين انسحب من الترشيح عشان خاطر لقى فؤاد باشا هيعمل للنادي الأهلي حمام السباحة الموجود. إذن مصلحة النادي الأهلي دايما هي اللي بتفرض كل شيء جوه النادي الأهلي. في سنوات بعيدة يعني برضو من حوالي 20 سنة 25 سنة كان في أسر جوه النادي الأهلي كلنا تقريبا كنا نعرف بعض يعني، تقريبا يعني كنا. طبعا العدد الكبير بقى كبير جدا، لكن ما حدش يخرج عن تقاليد النادي الأهلي، أي حد يخرج عن تقاليد النادي الأهلي ما لهوش مكان في النادي الأهلي. أقول الأهلي سيظل رمز للوطنية ورمز للبطولات ورمز لرفع راية مصر في كل المجالات محليا وأفريقيا ودوليا. وأعتقد سنة 2013 أعتقد كان على رأس أندية العالم، وده شيء مشرف جدا بالنسبة لنا. والنادي الأهلي هو برضه النادي الوحيد اللي عنده الرقم القياسي في بطولات أفريقيا، والرقم النادي الوحيد اللي وصل لنهايات كأس العالم لأبطال القارات برقم قياسي. وأعتقد برضه إن كان تكريمه ولما حصل على الميدالية البرونزية ده كان شرف لكل أهلاوي واحد بيحب النادي الأهلي. بعد مرور 112 سنة
بحب أقول لجمهور النادي الأهلي إن النادي الأهلي سيظل هو رمز الوطنية، وسيظل هو أبو البطولات، وسيظل رفع راية مصر في المحافل الأفريقية والعربية. وأعتقد إنه تكريمه لما حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للقارات ده تكريم حقيقي لكل أهلاوي ولكل الجماهير المخلصة اللي دايماً واقفة جنب النادي الأهلي واللي بتتغنى باسم النادي الأهلي في كل وقت. قلت لحضراتكم قبل ما نروح الأستاذ حسن عثمان الناقد الرياضي اللي أكيد اتكلم كلام أيضا مهم، اتكلم كلام بيدل على عظمة وقيمة وتاريخ النادي الأهلي. قلت لحضراتكم أحكي لكم عمر بيك لطفي ليه تنازل عن رئاسة النادي الأهلي اللي كانت في الآخر لمصلحة النادي الأهلي. طبعا تنازل عمر بيك لطفي عن الرئاسة لصالح ميشيل إنس الإنجليزي كونه مستشار في وزارة المالية لتيسيره تمويل مشروع إنشاء النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم من أول يوم كله بيعمل لصالح النادي الأهلي، كله بيعمل لصالح الفكرة، كله عايز يكبر الموضوع. موضوع كان كبير جدا وكان ليه حس وطني وكان ليه تأثير داخل مصر في أو مع الشباب اللي كان بيتجمع الشباب الوطني اللي كان دايما هو شعلة الثورة وهو دايما الداعم الأول لثورة 1919. وفي نفس الوقت قلت لحضراتكم بعديها بيجي عزيز عزت باشا عشان يكون أول رئيس للنادي الأهلي خلفا لميشيل إنس بعد ما رحل إلى بلاده في 1908. يعني كان نفسي ان انا اقعد مع حضراتكم اطول من كده شويه، وكان نفسي ان انا اتكلم معاكم اكتر، لكن زي ما قلت لحضراتكم النجوم والرموز اللي كانت موجوده معانا هي بتحكي احسن مني واكتر مني وبتكلم في تاريخ طويل هي كانت شاهده على جزء كبير منه. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من 112 سنه اهلي عيد ميلاد اكبر واعظم نادي في مصر وفي العربي وفي افريقيا. كل سنة والنادي الأهلي بخير وبصحة وبسعادة، ودايما هو مصدر فرحتنا، هو مصدر سعادتنا، هو الداعم الأول لينا، هو المتحكم في المزاج العام لكل جمهور الأهلي في مصر وكل محب كرة القدم في مصر، وخاصة الأهلوية اللي دايما بيعشقوا النادي. هنروح بقى معاكم في الختام لتقرير مع الأستاذ شوقي حامد، هنتفرج عليه ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية كتير على قناة الأهلي. هنشوفكم على ألف مليون خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشرف إن أنا أهلاوي، وأنا اتولدت من بطن أمي أهلاوي، اتخلقت بأهلاوي، وده من نعمة ربنا عليا يعني. أنا وتلتين الشعب المصري بينعم بهذه الميزة إنه أهلاوي. أنا وأنا صغير كده لعبنا في الشارع في حتتنا، وإحنا بنلعب جالنا المرحوم عبد البقال وقال أنا عايز فلان وفلان وفلان يجوا لنا النادي بكرة عشان ينتظموا معانا في ال... وأنا كنت منه، وأنا من قبليها أنا أهلاوي، والآن أهلاوي، وبتمنى من ربنا أن أنا أموت على دين الإسلام وعلى انتمائي للأهلي. النادي الأهلي بيمثل لي المدرسة اللي أنا اتعلمت فيها، الجامعة اللي أنا اتخرجت منها، البيت اللي أنا بنتمي ليه، الأسرة اللي أنا أشرف بأن أنا واحد من أعضائها. الحق الأهلي يعني بيمثل لعشاق ومحبيه حاجات كتيرة قوي يصعب أن الواحد يقولها بالبق. يعني الأهلي هو السكن، هو
المأمن، هو الملاذ، هو المأوى، هو اللي يعني الواحد يعني بيحب ان هو يتكلم عنه، يفخر بيه، يعني يفكر فيه. بنتمنى للنادي الأهلي السؤدد والفخار والتقدم والرقي بإذن الله. الحقيقة إن الأهلي بيميز بحاجات كتير قوي، يعني إن لو قلنا إن الأهلي مش بطولات بس، مش فنيات بس، مش لعيبة وفرسان وانتصارات ومكاسب بس. الأهلي زي ما قلت لحضرتك هو جامعة، هو مدرسة، هو يعني في أهم حاجة فيه الدساتير والبروتوكولات. المبادئ عند الأهلي لا تتجزا، والقيادات تبدع، تبتكر، تتفنن، تخطط، تقود، إنما كله يمشي في إطار المنظومة. المنظومة القيادية في الأهلي منظومة تعاونية جماعية لا تعترف بالخروج عن الدائرة التي تدور فيها حلقات المنظومة كلها. قيادات فإدارة فأجهزة فنية فلعيبة فجماهير. والحقيقة كل حلقة من دولت لها سمة خاصة، لها ميزة، لها نكهة، لها يعني ريحة. الحقيقة يعني لو مسكنا كده الحلقات دي، الحلقة القيادية انت تشرف ان انت قيادات النادي الاهلي دي يعني هي خلاصة العناصر البشرية الموجودة في مصر. قيادات سياسية وقيادات تاريخية وقيادات استراتيجية وقيادات فنية. انا شخصيا تعاملت مع القيادات دي، انا سن صغير كده بس ما عدتش يعني ال70 بس، فتعاملت مع من اول الفريق ابو محسن كامل مرتجي. تعاملت مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجي كأحد جنوده وضباطه في القوات المسلحة، وبعدين تعاملت معاه كرئيس مجلس إدارة نادي. فالقيادات المتتالية بعد الفريق عبد المحسن كامل مرتجي اللي قبليهم أنا كنت أقرأ عنهم وأتابع تاريخهم، إنما من أول كابتن سيادة الفريق أول عبد المحسن المرتجي، فبعد كده بقى الكابتن عبد صالح الوحش، الكابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن اللي هو المهندس محمود طاهر، وبعدين الكابتن محمود الخطيب. لكل من هؤلاء سمة خاصة، ميزة خاصة، إمكانات عالية، وكل منهم وضع لبنة في صرح النادي الأهلي الشامخ. هذه اللبنة ميزتها إنها متينة، صلبة، قوية، تعلي البنيان وتدعم الصرح. أنا عشرت وعيشت هذه المبادئ، يعني أنا أذكر عشان تعرف أن المبادئ لا تجزأ. يوم أن كان الكابتن صالح سليم، وأنا كنت قريب من الكابتن، أزعم أن أنا كنت قريب من الكابتن صالح سليم شوية، وكان بيختصني كده ويقربني منه، وكنت أشرف بأن أنا صديق عائلة سليم، الكابتن صالح والكابتن عبد الوهاب والكابتن طارق. كان الكابتن صالح سليم رحمه الله ده يعني قيادة تاريخية أسطورية، لا أعتقد أن الزمن هيجود بمثلها تاني. لكن هو كان تدرج من لاعب فكابتن فمدير كرة فعضو مجلس إدارة فرئيس مجلس إدارة. يوم أن كان مدير كرة وحصل القرار المعروف التاريخي أن مروان كنفاني حارس المرمى عمل خطأ في منطقة جزائه يستوجب رمية جزائية أو بينالتي يعني، وكان الحكم الكابتن محمد دياب العطار، كابتن الديبة السكندري المشهور المعروف، واحتسب البنالتي والناس هاجت، واجتمع مجلس إدارة الأهلي لاتخاذ قرار حاد وشديد ويقلب موازين القوة في الدوري الممتاز. دخل كابتن صالح سليم على المجلس وهو مجتمع بمنتهى البساطة وقال بصوت أكيد واثق
البينالتي صحيح، الخطأ واضح، أنا كمدير كرة عاقبت الكابتن مروان، وما فيش ما يدعو إطلاقا لأن أنتوا تعملوا أي تبعات أو أي هذا. دي مبادئ الأهلي، الحق يعلو ولا يعلى عليه، المصلحة الذاتية تتوارى تختفي أمام المصلحة العامة. هو شايف أن البينالتي صحيح، هو مدير كرة عاقب اللعيب، دخل للمجلس قال لهم الحقيقة، المجلس انفض ولم يكن هناك أي تبعات بعد كده. دي تمثل لك إيه؟ أن الصح لازم يسود، المسؤول لازم يكون ناضج، الفني لازم يختص بفنياته ما يتجاوز حدوده. الحلقة كل حلقة لابد أن ترتقي بنفسها عشان المنظومة كلها تعلو إداريا وقياديا وفنيا، وده اللي احنا بنشوفه في النادي الأهلي. كل واحد بيشتغل شغله ما يتعداش على شغل الآخر عشان الأمور تبقى متكاملة. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على أعصابنا هتكسبنا. أول ما بتتخلوا عن الحتة دي بنضيع. أنا مرة اختلفت مع الكابتن صالح يوم أن كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واختلفت في حاجة فنية، يعني شايف أنا أن الجهاز الفني أيامها كان ماسك الجهاز الفني للنادي الأهلي أيامها كابتن أنور سلامة صديقي العزيز وأخويا ويعني شقيقي يعني، وكابتن صلاح حسني وربنا يديهم الصحة. فأنا كنت بشتغل ناقد رياضي في الأخبار، كتبت قلت الناس دي بتغلط قوي وبتاع، فراحوا اشتكوني للكابتن صالح. كابتن صالح من معزته عندي ومكانته عندي تصور انه ممكن يعاتبني او يعني يوقف يعني سلسله او مسلسل النقد اللي انا كنت منقوده للجهاز الفني، وقال لي نصا كده انا مش عايزك تكتب الكلام ده في التليفون. فقلت له كابتن انا بكتب الكلام ده ايمانا مني ان انا شايف الصح، وانا بوصف وانا يعني املك ان انا اكتب ايه، يعني انا بكتب في الاخبار وما فيش وصايه عليا في الاخبار. وانا الحقيقه بعد ما قلت هذا الكلام انا شعرت ان انا يعني تجاوزت في التعبير، لا سيما ان الكابتن صالح كان بيقربني ليه كاخ صغير يعني. فقال لي شكرا وقفل. المدير رئيس التحرير بتاعي والكابتن نعمان الله يرحمه كان يعشق الكابتن صالح، فراح على طول مديني استمارة 6 ورفدني من المجلة فورا. قال لي الشغل فين؟ قلت له هو. قال لي اتفضل. كان عنده لازمة كلامية كده اسمها تعيش تعيش، يعني اتكل على الله انت مش مننا وخلاص. وانا يعني تزرعت بالصمت وخلاص بعدت عن مجلة الاهلي. انا بشغل فيها حوالي 40-45 سنة دلوقتي وسكت. بعد فترة جه الكابتن نعمان بيحضر تدريبات الاهلي، التقى بالكابتن صالح سليم فقال له انا رفضت لك شوقي يا حبيبي. قال له ليه؟ قال له لان هو تجاوز معاك في الكلام. قال له ما تجاوزت ولا بتاع، والراجل عبر عن نفسه. صحيح انا اتضايقت، انما الراجل ده بيشتغل كويس؟ قال له بيشتغل كويس. بيكتب كويس؟ قال له بيكتب كويس. قال له يرجع نعمان. عاد الكابتن نعمان من الاهلي من النادي الى الجورنان، وعدت انا للمجله بعد ان اترفدت منها لمده اسبوع. دي مبادئ الاهلي، ان الشغل ملوش دعوه بالعاطفه. القيادات بتاعت الأهلي ممكن تغضب، ممكن بشر تزعل تتأثر، إنما ما تاخدش قرار ضد المصلحة العامة للنادي ولعناصره ولمجاله. النادي الأهلي هو الحلقة الفاعلة الإيجابية الأكيدة في منظومة الأهلي. الأهلي أنا أزعم إن هو تلتين شعب مصر بيسانده. لو قلنا شعب مصر 100-110 مليون دلوقتي، يعني مش أقل من 80 مليون مواطن مصري يدعم الأهلي، ليس في القاهرة بس ولكن في كل الأقاليم ومحافظات مصر. الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد في الفريق. انتوا قد ايه كنتوا جمهور عظيم لما شفت انا العبرات والدموع نازله منكم
في استاد برج العرب بعد ما الأهلي خرج من البطولة الإفريقية أمام سان داونز بعد فوزه بهدف وحيد، شفت دموعكم وبعدين شفت عهدكم، شفت وعدكم، شفت اتفاقكم، شفت تجمعكم خلف أطراح النادي الأهلي وليس أفراحه. هكذا عودنا جمهور الأهلي على العظمة بتاعته، إن هو في المواقف يبان، تبان أصالته، يبان معدنه، يبان قيمته. ولا شك إن الأهلي في الفترة دي محتاج بقى جمهوره، محتاج أعضائه، محتاج إن كله يتكاتف خلف النادي، لأن النادي الحقيقة بيسعى غالبا ودائما إنه يرسم بسمة كبيرة عريضة على شفاة الجماهير الأهلاوية المخلصة.